جولف كات جي دي اي ام كا كات جي دي اي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. جبت لكم اليوم واحد الطوموبيله رخيصه بزاف وسريعه بزاف، الناس اللي كيعرفوها جولف كات جي تي اي ديال هاد خونا. هذا انت خويا؟ وي رسميتو كالفين. تو كالفين جو كالفين. انا نخليكم انستغرام ديالو هنايا. ها هو هنا 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 هنا. تابوناو عندو ونقولو نصور لكم الطوموبيله. غادي الفيديو تاع سبونطاني، غادي نغسل الطوموبيله، نغسلوها ديك الساعة نمشيو للطريق نصور لكم الانتيغيوغ. ولكن اللي زوين في هادي هو السرعة والصوت، تا هو غنغسلوها هو الأول وديك الساعة نتلاقاو في الطريق إن شاء الله. هاد لاباراي هادي كتخلص غير أورو هادا، المهم جوج أورو. صافي غادي نغسلوها دابا، ناخدو هاد الصفر هادا نديرو عليها الصابون هو الأول. صافي خصنا الطوموبيله. دابا غنديكم لواحد الكراج اللي حدانا اللي كنت كنصور فيه الطوموبيلات النيت، تما غادي نديرو سينيماتيك من برا نصور لكم الانتيغيوغ وديك الساعة نشدوها في الطريق ان شاء الله. طخ يا صح. اه زيرو سون. غندير لكم واحد زيرو سون. عقلوا عليا هذا شي نهار غيمشي ليه البيرمي. عقلوا عليا كيف طرا عليا انا تو غيطرا عليا. بون مرحبا بكم في الولف كات جي تي اي ام كا كات جي تي اي. مرحبا بكم، حنا في الكراج دابا كيف نسيتكم السينيماتيك راه ديك جولف ام كا كات جي تي اي. قدها قدينا في العمر 1999 غير انا كبر منها بشي 3 شهور مع 4 شهور تقريبا. الموتور ديالها معروف 1.8 تيربو و اوريجينال كتمشي 150 شيفو، ودابا داير لها تيونينغ تقريبا كتوصل 260-270 شيفو حتى وصلوا للطروت والطريق غتشوف داكشي كامل. نحل لكم الموتور. فازي 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 فازي. فوالا اول موتور ناري سخون اش سخون. هادو الموتور 1.8 راه كاين حتى عند اودي. اودي تاهو عندهم وحتى السيات تاهو عندهم، دونك يتشاركوا نفس الموتور. غادو جي تي اي واودي كديروا في الاس 3 ديالها هي كلشي. شنو اخي اي موتور؟ موتور اس جي او هادشي فاهمي هنايا. المهم موتور اس جي او في لي بوبين حيت الموتور اسانس في لي بوبين ديال اودي اس 4، دونك تاهو هما كيعاونوه في الجد حيت ليسانس غيدوز تاهو بسرعه. المهم هذا او بي اف ديال الفلتر ديال البرد، وهذا ديال التوربو. هنايا هنا كيدخل البرد ياك، ملي كيدخل البرد كيمشي للتوربو. ملي كيمشي للتوربو داك البرد كيرجع من التوربو كيدوز على هذه الحديده كامله، كيهبط هنا كامل لتحت كيدوز هنايا وفي هذه البلاصه فين داك البرد عاوتاني كيبرد. علاش كيبرد هنا؟ حيت هنا هي البلاصه الاولى اللي كيجي لها الريح، فهمتي؟ ديك الساعه كيكمل معاه هنايا كيبقى طالع وموراه كيدخل الموتور، وداك الشيء علاش كيكون عندك الجهد بزاف باش تدوز فيها. داون بايب، داون بايب هو اللي كيخلي الصوت تاعو يكون شويه مجهد ديال 3 انش. كنلقى على الديامتر ديالها 3 انش تقريبا شي 5 سنتيمتر كنظن وقيله. ولي بومين ديال الاودي كيف صورتهم كبيره ديال الاودي اس 4، وباقي عنده واحد البومه ديال ليسانس ديال 4 بار هي البريسيون ديالها. المهم شويه المعلومات صعيبه عليا، اللي كيفهم الطوموبيل راه يفهموا. ولكن داكشي علاش باش كتحول من 150 شيفو ل 260، وماشي غير بالبروغراماسيون ماشي غير بالسوفتوير، ضروري تبدل داكشي ديال الطوموبيل هنايا وصافي. دونك طوموبيل تقامت عليه 3 مليون تقريبا، وحنا عندنا دابا هنايا صاروخ رخيص بزاف. راه باركي راه باركي
عندها انتيريور ديالها ديال الجولف كات عادي راه معروف. عندك هنايا البلاصه ديال هاد الكوكبيت مركب لها واحد اللعيبه زوينه اللي هي هادي اول كذا اوتو لينك وغتكون تبع الكار بلاي ديالو هو فوالا وفي حتى يوتيوب وكلشي وهذا فليتس ماي هاي الابليكاسيون ديالنا زوينه كنستعملو كاملين هي هادي هاد اللعيبه هادي هي اللي كتعبر البريسيون ديال التوربو وهنا فين كيبان لك دونك الاكسير هو في الطريق باش نديماري هنا دابا خافي كنرا انا انكسيري واحد جوج ثلاثه شا دونك هذاك هو البريسيون ديال التوربو كيمشي حتى البارونس تقريبا هادشي ما كنفهمش فيه بزاف غادي نحاول نقلب عليه باش ندير على شي فيديو نشرح لكم هادشي كامل وبوغ لو غاس كتبقى طوموبيله عاديه فوالا هاديه باش نسكتها صافي عنده رويد 16 انش ها هما 16 باقي نقايه بون هادو نقايه الاخرين كلهم محرودين وصافي تعجبت انا هو الشكمه ما بايناش بزاف راه كاين هنا اللي تحت لداخل وصافي الجاج في مي وصافي بون هادشي على الطوموبيله كونكليزيون صغيره ب 1993 خذها ب 3000 اورو 150 شيفو ستوك 260 شيفو دابا بالتونين وكل شيء ومخلينا دابا غير نديو الطريق نجربو الصوت ونشوفو داكشي كيدير فحنا نشدو الطريق دابا غنمشيو لواحد الزون اندستريال غادي نصور لكم تماك الطوموبيله من برا كيفاش كديبار وكل شيء كيفاش كدوز وكل شيء كامل الصوت وموراها غادي نديو الطريق ما نصوروش توب سبيد سينو غنمشي ديال البيرمي ديك الساعة دونك وفيت تفرقعت لي واحد السيلندر هذيك علاش ما واش يدير شي طوب سبيد ماشي مشكل صافي بوكست ستيت خونا غادي نمشيو ل خلينا واحد البوست صغيره كلينا الماكله برجر كينغ المهم كناخذ انا ديك التشيز بوبس واعري بزاف اوا جاي نصور لكم في الطريق شويه السبيد وصافي ديك الساعه نمشي للدار حنا ساينا صورت لكم فيديو صغير ماشي صغير المهم طوموبيله دوزنا ارخص طوموبيله على الاطلاق كنكون ونشي بحال ونشي واحد البي ام ام 3 مثلا ام 3 تي 1993 دو بورت تي تاخذ بشي 10000 اورو 9000 اورو تقريبا والله يمسك اخت لا اوه ماي جاد تكن هنا في كوكب جولف 4 ام كا 4 جي تي اي توخ يا يا سي بصح نتمنى تكون الفيديو اللي عنده معلومات اللي بغى يسول على طون ولا شي حاجه يقول لي هنايا كومونتير حيت تكون فيديو قولوا عليا وبيانتو غيجيكم فلوغات زوينين ان شاء الله غادي نسافر صوري نصور لكم كلشي ان شاء الله دابا كنقول لكم بسلامه صح بسلامه سلامه 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 بسلامه سلامه اديوس